مش معقول يا باكي، كلب لولو يجنن. الكلب أول ما شافني اترمى في حضني على طول. الراجل كان عايز ياخد فيه 7000 جنيه، بس أنا خدت منه ب6.5 بس. إيه الست الهبلة بتاعت الكلاب دي؟ إيه ده؟ لا، ما أنتِ عارفة أنا شاطرة، ما تقلقيش عليا. خلاص أشوفك في الساونا بعد شوية. باي باي. سوري يا سوسو هانم. ولا يهمك، تحت أمرك يا فندم. أهلا. بس الصابون ده فعلا بيسيح الدهون وبيشد الترهلات اللي في البطن. اوف كورس، طبعا ده خيال، شيء لا يصدقه عقل، حاجه تقولي كده سحر، بيشد الترهلات شوفي كانك عملتي بالظبط عمليه شفط بس من غير عمليه. حياتك لما هتجربيه من اول مره بس هتشوفي نتائج مذهله. رهيب. ودي غاليه الحقيقه. انت عارفه اني شاطره. انا عارفه طبعا حياتك شاطره، وانا استحاله انه انا اغالي على حضرتك ابدا. الحقيقه انا هبهولك بسعر الجمله، يعني هو بيجي لي من دبي ب $200، وانا هديهولك، مش عاوزه اكسب منك، كفايه ان انا عرفت حضرتك. ميرسي يا حبيبتي، وحظك حلو، انا معايا دولارات كفايه. وعايزه اقول لحضرتك حاجه انا كنت ناسيها، لا هتحتاجي عمليات تجميل ولا هتحتاجي شد ولا هتحتاجي جلسات ولا كلام الفاضي ده كله، الفلوس موجوده فيه بصراحه. بص يا سوسو هانم، انا هاخد 3، انا شاطره في كل حاجه الا في الحساب. كده يبقى الحساب كام؟ وانا خايبه في كل حاجه الا الحساب. وحضرتك بعد ما تجربيه مش هتاخدي 3 بس، هتاخدي 10 و20 و30، البيت هيبقى كله صابون. هما $600 بس. اتفضلي يا سوسو هانم. ميرسي. اموت انا في الاخضر، يا سلام. اموت في الاخضر والبنفسجي اللي بيذبحوا برقبه الحمامه. ايه ده، انت جيتي امتى؟ حالا يا موكوسه. معقوله يا هانم تقعي مع النصابه دي؟ يكون في معلومك حضرتك، انا اشتريت انا وكل اصحابي، طلع كلام فاضي، وانا عرفت المنبع كمان اللي بيعملوا فيه الصابون الفاضي، الكلام الفاضي دوت، في شارع الهرم يا هانم، تحت بير سلم في فيصل. ازاي شارع الهرم وفيصل؟ ده كلام متناقض تماما، من فضلك ما تصدقيهاش، دي نصابه. ما تصدقنيش ازاي يا نصابه انت، وانا بقول لك على منقرع وخوفه، ده شارع الهرم الاثنين دوينتو كده مع بعض، ما انت عارفه شارع الهرم يا هانم. معقول انا كنت هدفع الفلوس دي كلها في حاجه بايظه من تحت بير السلم؟ خدي يا هانم، اتفضلي فلوسك. انا هديهم لها. لا انا هديهم لها، لانها انا استلمتهم منها، فلازم بالتالي انا انا كمان استلمتهم منك ولازم اسلمهم لها. عايز اقول لحضرتك انا اكتشفت بقى كريم رائع. تعرفي تحت العين والتجاعيد اللي بتبقى تحت العين دي؟ بيشدها، بيخليها زي البلاطه. شفت البلاطه اللي في الارض دي؟ زيها. طب ما تقولي لنا عليه يا دودو هانم. اتفضلي. ميرسي يا حبيبتي. تحت امر حضرتك. هقول لك على اسم الكريم حالا، بس بعد ما نشرب العصير. ممكن نشرب عصير مع بعض؟ طبعا. اسكوز مي. يا ترى الادب دي؟ تشيرز. بلوفر. يكون في معلومك يا هانم، الرمان ده مهم جدا جدا. اولا مهم للرجيم، ثانيا بيكتر الدم في الجسم. ما حكيتلناش على الكريم يا دودو هانم. عايزه اقول لحضرتك كريم رائع، اولا للوش وللجسم، بيتعامل بحنيه بعطف. وده ملوش اثار جانبيه؟ لا يا هانم، ده متسجل في اداره الاداب، قصدي في إدارة الكريم العالمية، واخد ختم. إدارة الكريم العالمية؟ مفيش أساساً حاجة اسمها إدارة الكريم العالمية، إيه ده؟ يا رب، يعني كان في صابون؟ وده تمنه كام يا دودو هانم الواحدة؟ الواحدة منهم ب $500. كريم بالمواصفات دي كلها وب $500 بس، ده لقطة. أمال لما تعرفي حضرتك كمان إنه محطوط في بيرفيم ومتعتق بقاله حوالي 30 سنة تقريباً كده، يعني لما تبخ البخة منهم على جسمك هينط الرجالة كلها حواليك زي الكلاب الولف ينهشوا في حضرتك. الله، ده يجنن. لا، والهانم ما شاء الله بتموت في الكلاب. بجد بتحب الكلاب؟ جدا جدا، لسه شارية واحد النهاردة. لولو ولا ولف؟ لولو. دوبرمان. أنا جيني المان وخدي أنت الدوبر. طب أقول لك إيه؟ ما نفسكيش أنت راجل يلزق فيك أنت كمان؟
ما كفايه عليا اللزقه اللي في حياتي اللي مش عارفه اخلص منها. ايه رايك ان انت واطيه واوطى من الرصيف اللي بتمشي عليه؟ حضرتك يا هانم سوري حضرتك يا هانم هتاخدي كام كريم؟ هاخد 3 عبوات ب 1500 دولار. طب ما تخليهم 4 لان الكميه قليله قوي اللي في السوق، اتفخص على دي عيله. ما تاخديش؟ لا هاخد. الله اكبر عليكي، فخص على دي عيله.